السلام عليكم. جربنا باش نحكيو في الموضوع نتاع الفراريت هذا اللي قاعد يصير تو في اخر لحظه، فهمتني؟ في تونس قاعدين نشوفوا في لغه شنو قال، شنو قال لغه الفراريت، فراريت فهمتني، وفراره وزب او شيء حير فهمتني ما بين الفراريت وكل شيء. هي زاد نوعيه التسطيح نتاعهم، نوعيه التسطيح نتاعهم الفراريت فهمتني بحاجه غريبه. سبحان ربي خلقنا الطفله والطفل هما فراريت وفراره. باهي يا سيدي، تفرجت على فيديو، قلت اخويا برا خلينا نتفرج على الفراريت باش نعرف على عقلي. اول ما دخلت الساعه نلقى واحد زقوم وفهمتني هز الكرسون نتاعو طلع له حطت لنا هيك هيك الكرسون طلع له باه ويشطح هو الفرينه نتاعو. مش تو قاعد يشطح، يبدا يشطح امريكا فهمتني هذاك فاش يعمل هذا السروال ولما فهمتني ولا والفريره قاعده قدامه هو شعر يعمل لك. نحب نعرف يعني فاش تعمل الزب، يحك في زب وعلى ظهرها تقولش عليه ما عندك كارت باس، هو يعمل لك ها 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 اوه فريره اوه هو نتاعو يحكحك فيها فهمتني، فانكات سور فانكات تقولش عليه معاد يجرشرها في ظهرها طيب تاع الزبي باهي لا علاقه. وانا برانيكم عندي سؤال هزب، تو انت كفريرك تحك لها في ظهرها، تحك لها في زبك هكا في ظهرها نتاعها وفريره ورا الزبي وهي لاصقه فيك، تخش على قراده نتاع الزبي طولها نص متر ونيكت وك برجليها وساقيها وعملت لوك الزبي محمله فيه، تخش عليها فهمتني الكونغورو نتاع الزبي فهمتني مكبش فيها. سؤال فاش تشوف واش تعمل، فاش تشرب كيفاش يا ربي كيفاش تشطحوا الزب، كيفاش تشطحوا؟ نحب نعرف كيفاش تشطحوا، شو باش يصير فيك يا زلمة؟ باش تمشي باش تنيك المحمص تنيك المكرونة وفي الصيف تجي تقول فرارة وفرار وترى شنو الزب والشمس والمريخ، يا زلمة راك تنيك في المقلي وتنيك في العجة وفي الزب. آخر شطح أخويا نعديو بها جماعة الفراريت وتحية لجماعة الفراريت يا سيدي، ابعد نايك أنت من غير وتحية لجماعة الفراريت، باش تكون أنت فرار كيما الفراريت الكل الساعة. سروال تهزو هيك سروال تهبطو باه، هذي أول باب. ثاني باب لازم القرصون يكون فوق ياسر، معناها وحيدة سكسي وطلع بها القرصون وتو تبدا خدمة الفراريت الزبي. هاي واحد اثنين ثلاثة والسلام عليكم.